حضرتك لبشت كده ليه يا دفعة؟ انا غصب عني يا فندم. انت هتفضل طول عمرك طور. تمام يا فندم. يا قطاع قطاع انت يا زفت. رد يا زفت. هيا يا فندم. يا قلبك يا برودة مش رد على اللي بيدعى عليك. ما اقدرش اتحرك الا بالامر يا فندم. الولاد نفسين ومستنيينك توديهم المدرسة. هاتهم بيه المدرسة يا فندم. معاده فات الغالة عطلته. افهم يا رجل. روح يا سلطان ما زعلش ست. حاضر يا فندم. سيبها. حاضر يا فندم. مش فاهمة ايه اللي مصبرك على الطور ده. ما هو ده اللي كل خدموكي ما استحملكيش غير الطور ده. دول ايه؟ ولا حاجة يا فندم. ايه بارزتين اتنين بس؟ كل اللي عرفته خمسارة وحياتك. المعدل ده جوازنا هيتأخر يا جميل. ركك على ترقيدة يتدب فيها سلطان دبة حلوة واحنا شمعين عينات حالا. جبت سيرة القط. ليه؟ لا قوليلي قوليلي. يا ترى بتحبيه قوي كده قد ما بيحبك؟ يا تقولي دمك. قلت لك بستغفله عشان يخف الشغل عني. واقفه هنا ليه يا بت؟ بستلم المكوى. طب خديها وش على البيت. طيب بس والنبي ما تنساش تجيب لي معاك ورقه لبان. طيب مشي على البيت. يوه طيب. سلطان انت ما تريدش يا شيخ. مش الانجليز هاجموا على بريطانيا العظمى وكسروها ودخلوا لندن؟ يا خبر اسود. اه الانجليز هاجموا على بريطانيا. اه يا اخويا يبقى على كده الحرب هتطول يا ولاد. بتضحكوا على ايه؟ انا كنتك ماشي بس كسرتنا. عجبتك الملوخيه يا عصام؟ هايله. تسلم ايديك يا ماما. سيبك انت من الملوخيه وكلمني عن شغلك. الحمد لله قريب يا اخي. عرفت الله. هات الفاكهه يا بنت زكية. الفاكهه لسه ما جاتش يا سعاده الباشا. ازاي ده؟ سلطان زمان وبتاع جنابك من ساعه ما راح السوق الصبح ما جاش غير دلوقتي. الطور ده لازم يرجع نشتغل من بكره. انا بتظلم بالنيابه عنه يا باشا. ما تهزرش مع ابوك يا عصام. اصلكم بمرمطين في سلطان بتشغلوه 5000 شغلانه وبرضه مش عاجبكم. لانه ما بيفهمش. انت حقك بقى تشوف لنا مراسله من عندكم يكون مدردح وعنده مخ. يا ماما عندنا في البوليس مفيش مراسلات. يا خساره. لا مش خساره ده كده الصح. انا في رايي نظام المراسلات ده عبوديه. اسالوا كان فين لحد دلوقتي. ازيك يا سلطان؟ اهلا وسهلا يا فندم. نورت البيت يا فندم. كنت فين يا استاذ الطين؟ جاي من مصر يا فندم. جاي ماشي؟ ها ايوه يا فندم. حضرتك ما تقتلنيش وانا مليم يا فندم. يعني ما معكش فلوس خالص؟ عندي ساتر يا فندم. الله هو رجع لك تاني؟ ده عندي من زمان يا فندم. طب خد ال 50 قرش دول لخبطهم على الستر اللي معاك ويمكن يحصل لهم بره. شكرا يا فندم. هي عاجبك شكلك وانت صغير يا سلطان؟ في الحقيقه يا فندم كانت تقاطيع حلوه. وكانت ايام حلوه. لا يا فندم انا ما شفتش ايام حلوه ابدا. عندك حق انت ايامك كانت مليانه علق. فاكر يا سلطان العلقه اللي كلتها يوم علمتني العوم؟ والله يا فندم من كتر العلق اللي كلتها ما انا فاكر انهي علقه فيه. كله كوم والعلقه اللي كلتها يوم الريال الفضه كوم. وشرفك وشرف البدله الميري انا ما شفت الريال ده بعينيا. صادق. انت عارف يا سلطان مين اللي سرق ريال الفضه؟ مين يا فندم؟ انا يا سلطان. انت يا فندم اللي كانت شقاوه لعب عيال. تعرف يا سلطان ان انا كان ممكن اطلع حرامي كبير. ازاي؟ اذا كانش بابا جديد معايا كنت سقت فيها. القصد اقعد. العفو يا فندم. اقعد اشرب قهوه معايا. العفو يا فندم. بد امر عسكري. حر يا فندم. استرع. ربنا يديك على قد نيتك يا سعاده البيه. قادر السمير العليم يعيشني لغاية ما اشوفك لواء اعظم من ابوك. قصدي زي سعادة اللواء. يا قد كده بتحبني يا سلطان؟ واكتر يا فندم. انا في حياتي كلها ما شفتش رحمة الا من امي ومن سعادتك. طب قولي يا سلطان انت ناوي تعمل ايه بعد ما تخلص الخدمة؟ والله ناوي افتح دكان مكوجي. مكوجي؟ واتجوز بنت الحلال اللي ترضى بيا. وبنت الحلال دي حطيت عينك عليها؟ حطيت عيني الاتنين. مين؟ البنت الذكية. طب اشرب القهوة بقى. خد يا سلطان. خلي بالك من هدومي. أنا أحب ألبسها زي الفل. ده أنا لو رموش عينيا بتدعك وتغسل كنت غسلت لك بيهم هدومك. ده أنا ذكية. ربنا يعمل الطيب. ينيالك. النجوم الدهب تلبها في الطيش. أصل نسيت نفسي. طب شاب هاتهم يلا. ماليش دعوة بيهم. اشيليهم انت. معرفش ليه بتلبش لما بشوف زراير الباشا. دول النجوم الذهب اللي جابتهم ست للباشا في عيد جوازهم. عقبالنا يا زكية. عقبال ما اقدم لك الشبكة. من حق. الجواب ده جاب. من امي. عارفة يا زكية لما استوظف. تعدي. اوعى تسيب الطشة لما اجيلك. لا.
هفضل شغال كده لغايه ما تجي. فرحة امك بيك يا سلطان. دهب عيار 24. احبك. لا دول تشبرق بيهم عينيك مؤقتا. ليه بقى؟ مع ان تمنهم يقرب يوم جوازنا. شاور عقلك يا جميل. لازم نتجوز الحدق بعيد عن ارمدام. الله، انا طال انتظار يا زكية. صبرك يا ابو سنة، مسيرهم لينا. ان ما كنتيش مصدقني اتفضلي اقري الجواب بنفسك. وانا مالي؟ امي بتموت وملهاش حد في الدنيا غيري. وانا هعمل لها ايه؟ ربنا يخليك يا استهانم، اديني قرشين واجازه اسبوع علشان اشوف امي. قرشين؟ انت مش لسه قابض ميتك؟ ميت ايه يا فندم؟ دول 54 قرش والحقن تمنها غالي. ايوه زكي اتفضلي يا ست. النجوم الذهب هم لقيتهم في البدله اللي راحت للغسيل. حطيهم عندك في العلب. لا يا ستي حطيهم انت بنفسك، انا مش ناقصه. هاتي. الله، انت لسه واقف؟ عاوز ايه تاني؟ عاوز 48 ساعة اشوف امي. مفيش اجازات. انت فاهم نفسك فين؟ في بيت ابوك؟ انت هنا كأنك في المدام تمام، في خدمة عسكرية. افهم دي كويس يا اخي. اديني 24 ساعة اشوف امي وارجع، امي بتموت. ما تفنقنيش، لما يجي الباشا اكلمه. والهاني موافقة على سفرك؟ لا يا فندم مش موافقة. يبقى مفيش سفر. مفيش اجازات. يا فندم انا خدامك. بكرة تشرفة المحمل يا دفعة. يا سعادة الباشا ربنا يخلي لك الهانم وولادك. مفيش سفر يا باشا. مفيش. والنبي يا ابو سنه تشوف لي معاك جنيه اسافر بيه لحد البلد لحسن امي بتموت. لا لا اخويا، واضله من ايه الجنيه بتاعي؟ شوف لي رانيه عندك. اجيب لك البدله الصوف. ها؟ ودي تساوي ايه دي؟ 30 ساغ؟ امال عاوز ايه؟ عاوز حاجه لها قيمه. زي ايه؟ زي شنبك يا مراسله. شنبي؟ ايوه. ودرهنه ازاي؟ هقول لك ازاي. تحلقه وتوزنه وتسيبه عندي لغايه ما ترجع، وبعدين تيجي تستلمه على الميزان شعره شعره. والله ما تديني 10 جنيه. الله، قطر السعيد فاضل له ساعتين ويقوم، هتلحق ازاي؟ ربنا يكرمك يا عم علي، شوف لي معاك جنيه ولا اتنين. منين يا عم؟ النهارده 28. ما اديتلوش الجنيه ليه؟ أنا أختي مش بنك تسليف. افهمني بسرعة. آه. ما هو لما يسافر لأمه حلطش النجوم الذهب وتلبسوا سرقتهم. يا بنت يا شقية. ناديله. حاضر. سلطان تعال يا أخويا تعالى. تعالى ما تزعلش يا شيخ، أنا كنت بهزر معاك. خد. البقية في حياتك يا سلطان يا ولد. الله يرحمها ويحسن اليها. شد حيلك يا ولد. انا اسف اللي جيت لك في وقت زي ده، انما انت عارف الاوامر. في ايه؟ في امر بالقبض عليك. عارف، هربان من الخدمه ومتهم بالسرقه كمان. سرقه؟ سرقه ايه؟ والله ما اعرفش. تعال معايا. قرر المجلس ان العسكري سلطان حموده مذنبا في الادعاء الاول والثاني. الحكم: حكم المجلس العسكري بجلده 25 جلدة وحبسه مع الشغل لمدة 3 أشهر. تمام يا فندم. نفذ. كفاية 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 كفاية. مبروك يا دفعة. الله يبارك فيك. هتسافر البلد ولا هتتفسح وتتفرج على الدنيا اللي اتحرمت منها 3 أشهر؟ حسبة الأول شرف الإضاعة دي سعادة الباشا. أنا متظلم يا سعادة الباشا. من إيه يا دفعة؟ أنا طول عمري متربي في خدمة سعادتك، لحم كتافي من خيرك. مش معقولة أمد إيدي وأسرق النجوم الذهب بتاعت سعادتك. إذا كانت التهمة ثابتة عليك والشهود أثبتوا كده في التحقيق. يا فندم أنا مظلوم، أنا استلفت جنيه من المكواجي قبل ما أسافر. المكواجي بيقول إنه ما شافكش قبل ما تسافر. أنا مستعد أجيبه لسعادتك وأحلفه يمين الله، تسمح لي يا فندم؟ اتفضل. أمشي بقى لحسن ست تستعوقني. اللي تشوفه يا جميل. أبو سنة الحق، المخ في ظهر. أوعى تقول إنك اديت فلوس قبل ما يسافر لحسن نقع إحنا الاتنين في السرقة. ما تخافيش. أهلاً 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 سلطان. إزيك يا سلطان؟ وحشتينا قوي يا سلطان. ما تشوفيش وحش. بارك لها يا أخي، مش اتخطبت؟ خطبت؟ آه. ومين العريس؟ أنا يا سلطان. فوتكم عافية.
ابو سنف، عاوزك تيجي معايا عند الباشا علشان اثبت شرفي، عاوزك تساعدني. والمساعده ليه تبقى ايه؟ تقول الحق. وايه هو الحق؟ تشهد قدام الباشا انك سلفتني جنيه ليله سفري. انا ماليش دعوه بالمواضيع دي. مش ده اللي حصل؟ لا ما حصلش. ما تتلزقش فيا قوي كده، ما ترفعش تكليفه بيني وبينك. انت عاوز تشبهني يا اخي جنبك ولا ايه؟ احفظ لسانك يا ابو سنه. يا عينك يا جبايرك يا اخويا. اكون شال انجلات؟ اكون شال انسجنت؟ انا اشرف منكم اللي خلفوك. اخرس يا مجرم يا حرامي. اديهم البيت يا معلم عواد. خلي عنك انت. هات هات. قوم يا سلطان قوم. قوم يا اخوي كلك لقمه، اديلك يومين راقد. ربنا يجازي ولاد الحرام. كتر خيرك يا عواد، والله فيك الخير. ما تقولش كده يا راجل، ده احنا بلديات. انا عارف ان حمل تقيل عليك. انا قادر. محدش فينا خالي سوابق. كل يا شيخ كل، خليها على الله. خد يا سلطان كلك لقمه وبعدين غير الهدمه اللي عليك، الدار ما عادتش امان. حد عارف طريق؟ المباحث حط عينها عليا عشان المخدرات، اخاف يطبك في شوك. ايوه المره دي ما فيهاش جلد، فيها شن. كل كل وبعدين غير الهدوم ويلا بينا. على فين؟ على دار الامان فوق على جبل. عاوز اطلع شويه بوص الجبل. ده بلدياتي والحكومة وراه. اشتري له حزمة فكر. رياني يا ناصر! يلا. اهو هنا مفيش ايد تقدر تطولك يا سلطان. كل طابية من دول وراها موت مستخبي. كل الجبل ملغم نضرجية زي ما شفت. اطلع. اهو مفيش حد يقدر يعدي من هنا الا بكلمة السر. كملها يا دكتور. خد هات. وده مين الشحط اللي جايبه معاك ده؟ ده بلدياتي. جيت في وقتك يا عواد. طيب ايدك بقى وايد بلدياتك تساعدونا على ما ندي المجنون ده الحقنه. انت هنا وقت تتفرج، ما تيجي تساعدنا ندي النيله ده الحقنه. الله ايدك معانا. بلدياتك ده جامد قوي، جايبه هنا يعمل ايه؟ يسترزق ويتاوه. عنده شهادات؟ شهادة بسيطة، هربان من العسكرية. مش كفاية، أنا كنت فاكرك هتقولي هربان من تأبيدة، من المشنقة. بكرة يترجى، مفيش حد بيفضل على عماه. عايزين له مجية معاهم لصانص. وعلى كل حال المعلم مش هنا. امال انا هنا بعمل ايه يا دكتور النقر انت؟ لا مؤاخذة معلمة. خش دخل البوص ده في المغارة جوه. كتر خيرك يا ست فكيهة. خد الغاب بتاع جوه ازاي يا ولد؟ لا يا معلمة. اعتقد بقى الوجه ده، انا هتنزل خروجك كفارة واكلين على عيونك يا
نموتها واحنا مالنا. ولا دي شفتها يا ست. ايه ميلك؟ ما قتلتش حد؟ قتلت المكواجي. مكواجي؟ مكواجي ده ايه يا عر؟ يلا بينا عالشغل، وريني همتك، ما يغركش النهار، احنا ما بنشتغلش الا لما الستاير السودا تنزل، الستاير الرباني. ها؟ الليل يا باجم. يعني شايف الحتة هس وهس وما عليهاش الطالع، لكن هنا الحظ كله حظ مستخبي، مانجا فوق اعالي الشجر. انا احب المانجا قوي. عشر لك منها اللي تعجبك، بس لازم اروح البلد في اول قطر. وجب زي ما جبتك من المحطة هرجعك ليها تاني. يلا بينا على المانجا. يلا المانجا دي مستوية قوي يا ولد. دي الجناينية المية اللي تلزمها معانا دي عاوزة تكتيك. نتكتك وجب. ودي الشيشه دي الحضيضه وقول له خالصه من معلمك. حضرته؟ طيب. الشيشه دي لحضرتك على حساب المعلمه. يدوم يا معلمه. خد يا ايه ده؟ الريال ده عشانك. لا متشكر. ده بكشيش خد. قول لي يا معلمه. خد ما تكسفوش، ده ضيف عندنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك، وهاتنا احسن مشروب هنا دلوقتي. هو انت مقامك تشرب هنا؟ ده احنا هنوضب لنا قاعده جوه نشرب فيها كده على رواق. وانا احب الرواق قوي. تعالى تعالى. هات لنا الشرب جوه يا ولد. بتقلع هدومك دي عشان تخف وتنعنش. قوي قوي قوي. انا احب المانجا. تاني مره ما تخشش هنا من غير استئذان. مش فوضى هي. حط الشرب اللي في ايدك ويلا على بره. اقفل الستارة وراك وانت خارج. ما تنساش نطق. اعوذ بالله، دي حاجة العقل ما يصدقهاش ابدا. عايشين فين دول بقى؟ ايه قصر قصر، طول عمرنا عايشين بالشكل ده. هتجيلنا على اخر الزمن وتتكلم بالحكمة. اللي نادي ورد عليا حاجات عمر ما شفتها. بكرة اخويا تشوفها وتاخد عليها. مش ممكن اعيش العيشة دي ابدا. بس اهدى اهدى، اسمع بس. اديلكش حقنة تهديك وتخليك تنسجم مع الجو ده. حقنة ايه وتفتي انت كمان؟ بلاش. اخدها انا. قوم. تعالى معايا جوه. والتانية يا اخي تلحلح. انا احب المانجا اللي بان في فين يا بنت انت المانجا. محدش هينديها. شيل بقى ورقك. هينديها النظر يا زنة. يا بنت انت الاخرى هتوديني فيها. انا حسيت وداد قلبي. مش من هنا، من هنا. هنوديه فين؟ هنشرب له شويه هوا. يلا ايه على طول ماشي. ايه مبسوط قوي قوي على حزبي غدود. طوح اموته ليه؟ انا بقول لك موته. بقول لك ارميه. ما بتسمع كلاول؟ ارميه ازاي كده اهو. تسكت ليه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ مين؟ عواد. انا في عرضك يا عواد. خلصت من جهنم اللي انا عايش فيها دي، واحنا تزيد يا عبد الرحيم. طمن هتخلص منها يا سلطان. ربنا ما رايدلكش بالعيش الحرام. ابو سنه المكوجي ما ماتش. بتقول ايه؟ بقول لك ابو سنه ما ماتش. ما ماتش؟ يعني لو كان اتأخر العسكري ما كنتش هربت، ما كنتش جيت لك يا عواد، ما كنتش جبتني هنا، ما
ما كنتش قتلت الراجل دلوقتي. لازم ابوس انك مات، لازم يكون مات يا عواد. اهدى اهدى يا سلطان. اهدى ازاي وانا لسه حادف الراجل من فوق الجبل دلوقتي؟ انت يا جدع انت ما بطلش صحيح. امشي جر قدامي، المعلم عاوزاك. عاوز ايه مني تاني؟ زبون جديد هتشممه الهوا، تفسحه. فسحه؟ انا لسه هفسح حد؟ ده انا هفسحكوا كلكوا، هفسحكوا واحد واحد يا مجرمين يا عتبة. انا هفسحكوا كلكوا. لازم اعمل ايه يا سلطان؟ اعمل ايه؟ ما تقدرش. لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ايه؟ علي صبو الهيصة دي قعدت توهو ووو ده تليح اللي جابه لنا سعواد. لا لا عمل لنا زيطة عشان فسح له واحد. طب فسحوه هو كمان. لا لا لا. وعشان خاطري يا معلم بابو. خاطرك ايه يا عواد؟ ده واد مسكين بلدياتي، امانه في رقبتي انا اللي جايبه هنا. ما تتكلم يا معلم. بتعزه للدرجه دي يا عواد؟ ده امانه، حد يقدر يخون الامانه يا ناس؟ طب عشان خاطري يا معلم. خاطرك غالي يا جميل. طب بلاش تفسحوه. ابو سعود. نعم يا معلم. اديله حقنة تهديه. اوعى يا معلم. تعيش يا معلم. اوعى اوعى هون ايدي. اوعى لا ما خدش هون. خد هون يا سيدي. هون يا سيدي. اوعى يا سيدي. اوعى ان شاء الله تكون الاشياء سهلت في السويس واتفقت مع ابو المعاق. لسه شحنة الكاوتش اتأخرت وراجع له بكرة تاني. طب المرة دي ما تتأخرش بقى. حسب التساهيل يومين ثلاثة. حوادث اختطاف الريفيين بعد استدراجهم للجبل زادت. عايزين نتفق على الترتيب اللي يضع حد لتكرار الحوادث دي والقضاء على عصابة زكي ضبو. اقترح مهاجمة العصابة في مكمنها يا فندم. قمنا بمحاولات كتيرة لتنظيف الجبل ولكنها فشلت يا عصام افندي. اضرارها في الاسباب يا فندم؟ من حقك طبعا لانك حديث العهد بالخدمة هنا. الجبل ده يعتبر قلعة منيعة جدا. من جهة التسليح؟ من التكوين الطبيعي فبل اولا، لان المدافع يبقى متحكم وهو في العالي في اللي طالع. ثانيا العصابة مسلحة. ثالثا لهم عيون بترصد حركتنا. انا اقترح يا فندم اننا نبعت لهم قوة بسيطة ما تستلفتش النظر، وتشكيل القوة وقيامها يكون مفاجئ. وانا اقترح ان القوة ما تعرفش خط سيرها غير وهي في الطريق يا فندم. عظيم جدا. وامتى نبدأ الهجوم؟ الليلة يا فندم. وهو كذلك. تفتكروا مين يرأس القوة اللي هتهاجم؟ اكون شاكر يا فندم لو تكلفني بالمهمة دي. موافق. رتب نفسك مع حضرة معاون. مع شكرا. نظام خدمة. لا مش فين الدكتور؟ الدكتور فين؟ انا وقفت. اطلع اسأل المعلمة يا طارق. الدكتور فين؟ الدكتور فين؟ الدكتور فين؟ تسأل عليا ولا على الدكتور؟ قول الدكتور فين لحسن ما يحصلش. طيب هتعمل ايه؟ هكسر الدنيا. ما تكسرها وانا ليا فيها ايه؟ اعملي معروف اديني حقنة. معاك تدفع؟ ابوس رجلي. طيب بوس. يبقى تكيلة تصعب عليا مش عارفة ليه. بوسني الاول اهو اسمك دفعت حاجة. ابوس ضمك اللي تبوسها كده. كبسة كبسة استعد يا رجالة. البوليس وصل ازاي؟ مضربية عامل ولا ماتوا؟ افكيها اجري البوليس كبس. سلطان اصحى يا سلطان. سلطان هو يا سلطان اصحى. سلطان سلم نفسك. الضابط لسه صاحي. خدوه شمموه الهوا. لا 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 خلونا ما نفتش يمكن الاقي معاه حاجه. قضيعه ده ضابط عشلان ما لقيتش معاها الا الكرنيه اللي بيركب بيه ببلاش. استنوا استنوا ارجع انت هو استنوا هتروح على جوه. سلطان خليك مستريح يا حبيبي. ايه اللي جابك هنا يا مجنون؟ الاسم والنصيب والعساكر. العساكر بتوعي فين يا سلطان؟
عساكر الله يرحمهم قتلوهم المجرمين. الله يسامحك. انت كمان يا سلطان بقيت مجرم زيهم؟ البركة في سعادة الباشا ابوك، هو اللي جابني هنا. ابويا؟ ايوه. فاكر زمان لما كنت بتسرق والتهمة بتتلزق فيا انا؟ فاكر لما كنت بتتشقى وانا اللي بنضرب؟ فاكر كانوا مسميني ايه؟ كانوا مسميني الحرامي وانت ابن سعادة الباشا. شوف دلوقتي انت بقيت ظابط وانا بقيت مجرم. سلطان انت لازم تسلم نفسك، واقسم لك بشرفي ان انا هوكل لك احسن محامين في البلد علشان يدافعوا عنك ويخففوا عليك العقوبة. ما تضحكش يا سلطان، لانه هيجي اليوم اللي هتدفع فيه تمن غلطتك. ما دفعت كتير، دفعت من دمي وشرفي وذلي. انت اللي لازم تدفع دلوقت، وغيرك هيدفع. هيدفعوا ارواحهم لما ارميهم هنا من فوق الجبل، وكل ما احدف اكتر كل ما النار اللي في قلبي تبرد. انت مجنون، ده كلام انسان مش عاقل. عاقل منين؟ انا بقى في عاقل؟ ما طيعتوه. ده لسه الخير في قلبك يا سلطان. انت عفيت عني وكان في امكانك انك تقتلني. انا عفيت عنك علشان العيش والملح، لكن اقسم بشرفي ان دي اول واخر مره. اتفضل مسدسك اهو، ومع السلامه. المسدس فاضي والرصاص بتاعك اهو. شوف انا عفيت عنك ازاي وانت برضو مش راضي. انا بادي الواجب اللي عليا يا سلطان، وتأكد انه قريب قوي هنتقابل. يمكن، بس ساعتها هتبقى انت الضابط عصام وانا المجرم سلطان. شوف عملتوا فيا ايه. مع السلامة. مال شغلك مخسح كده ليه؟ البوليس حاطط نقره من نقر يا معلم. اشمعنى انت؟ انا عارف يا معلم، اسألهم. خد. وانت خدي. اهدر يا معلم. حق. حرام عليك يا معلم. عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني يا معلم. امال فين الواد سلطان؟ قصدك المعلم سلطان؟ معلم؟ من امتى قاعد معلم؟ من يوم الكبسه وهو شادد حيله على الكل، واظن كمان رفع عينه فوق حواجبه. فاكيها يا سيد؟ زي كده يا معلم. نديل عليه. طب اقلع الجاكيت يا معلم. عشان ايه؟ اصل فيها زراير صفرة. طب وماله؟ اصله بعيد عنك بتجيله نوبه لما يشوف زراير الصفرة. طب نديل عليه بقى، بسطه حبتين. سلطان كلم المعلم. يلا. فين الإيراد؟ مفيش. نادي ما لازمكش مصروف؟ لا لازمني. خد ايه ده؟ قرش. اللي عايز حاجة زيادة ياخدها بدراعه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني يا معلم. ما تخرجش، اقعد. قسم يا معلم. قوم اتهز شويه. عيبك ايه يا معلم؟ سحب كده وتلحلح. معناها ايه الحركه الوسخه دي؟ تاخد حقي بايدي يا معلم. سيبهولي. اسمعوا، من هنا ورايح انا المعلم، اللي مش عاجبه فيكم يتكلم. انا هتكلم. المباراة. ساكتين ليه؟ سلام مربع يا جدع للمعلم سلطان. يعيش المعلم سلطان.
كلكم راضيين؟ راضيين. كلكم طايعين؟ طايعين. من بكرة كلنا هنشتغل ولا أولكم، هنشتغل شغل شريف ما يعدناش على أحد. هنشتغل إيه يا معلم؟ هنسرق. هنسرق بشرف. الدنيا حرب والخنازير كتير ومعسكراتهم مليانة بضايع. كل اللي أنا عاوزه منكم إنكم تعدوا السلك وترجعوا لي محملين. بس يا معلم، بس رجالة. واحنا هنعمل ايه يا معلم؟ كل واحدة هتاخد حقها وتروح في حالها. ليه بس قطع العيش حرام؟ قلنا هنشتغل بشرف. انا لو كنت شفت ليلة القدر ما كنتش اتمنى اكتر من اللي انا فيه. احنا مش لبعض يا فكيه، انا قلبي متعلق بواحدة تانية. ونسيت حبي لك يا سلطان؟ المعلم سلطان. طب ما تزعلش يا معلم، انا قلبي برضه كان حاس. خليكي بعيد عني احسن لك. ارجعي لاهلك وتوبي، بس تستحرصي لروحك. استحرصي لروحك من سلطان اللي يفتن علينا التل الازرق ما يعرفلوش طريق. فاهمه؟ مرحب. الليله ليلتك يا سلطان. عرفت اكيد؟ دخلت زكيه الليله على ابو سنه المكوجي غريمك القديم. كده هنيالهم. الشابة اللي للدخلات. هو مين؟ كل ما يتسأل. خلاص يا ولية، خلينا في حالنا، ما شفناش حاجة يا شاويش. واللي خطف العروسة والعريس ده شكله ايه؟ أوصافه ايه؟ ما تتكلموا، مفيش حد فيكم في رجولة ونخوة عشان يقول على اسم المعتدي؟ هو طويل وجسمه مليان يا بيه. وعبد أسود؟ لا مش أسود، ده مسود وشه بحاله. تمام كده؟ تمام. ولا تعرفوش اذا كان ده سلطان ولا حد تاني؟ ايوه سلطان يا بيه. وايه اللي خلاك تعرف انه سلطان دلوقتي؟ كلنا عارفين انه سلطان يا بيه، لكن سعادتك لما لفظت اسمه شجعتنا. هاجم الجبل بسرعه، لابد من انقاذ المخطوفين باي ثمن. حاضر يا فندم. اسمع سالم. افندم. قول لظابط النبطش يجمع القوة اللي في الاسم حالا ويفتح سلاح ليك ويوزع ذخيرة كافية. حاضر يا فندم. الو، اسمع، قول للمعلم سلطان الحمام فك من الغية وطار، يعني تخلوا بالكم. ايه؟ اما ناس ما عندهاش زوج ابدا، ده الراجل بيتجوز الليلة. سلطان محسوبكم. ازيك يا اسطى؟ شديد؟ الشدة لله يا سلطان. وليه أنا كمان؟ أمرك يا سلطان. سلطان دي كانت زمان أيام ما كنت مراسلة، فاكرها مكوجي؟ هوية دي أيام تتنسي يا سلطان. أنا كمان ما انساش حاجة أبدا. فاكر الدين اللي كان عليا؟ دين؟ أنهي دين ده؟ الجنيه اللي استلفته منك. ما حصلش أبدا. إزاي؟ يوم ما رهنت شنبي عندك. هات بقى شنبي وخد فلوسك. الله، انت لسه ما طلعلكش شنب. لا. طب اديني سنتك الذهب. اديني. لا. لا معايا. انزل هات. لا لا، انا مش عايزها. لكن انا عايزها. انزل. لا لا، انا فرض النبي. انزل. لا لا لا. انا فرضك، انا خدمتك، بس ما تموتنيش، ما تقتلنيش. خدي عدي دول، شوفوا يطلعوا مهيد كام مراسلة. خدي كمان دهب اهو، فضل الخير سلطان. البوليس
بيدوروا عليك يا حبيبي يا سلطان. لا ما تخافيش، ده البوليس بيعزني قوي وانا كمان بعزه، دول بيحتفلوا بفرحي. اليوم كلها هتتراجع. انت دلوقتي متجوزها راجل ليه هيبة، هاسس الدنيا كلها ومعمول له الف حساب. انا عارفة انك من زمان بتحبني، وانا كمان هحبك يا سلطان، وهكون لك لوحدك كده. تعازى كيف؟ نعم. وكيلي الجزمة. حاضر. زي الباشا اللواء. احنا سبقنا كل الجرايد بنشر صورة سلطان. الحقيقة انا ما بذلتش اي مجهود، الصدفة وحدها هي اللي حطت صورته قدامي، اصله كان مراسلة ببيت خطيبي. قوليلي كده، خطيبك ده بيشتغل فين؟ ضابط بوليس، وضابط بوليس قسم السيدة بالذات. وسكت عليا وعلى نفسك؟ مش تقولي كده من الصبح؟ انت في امكانك تعملي ضجة صحفية كبيرة جدا. ازاي؟ ازاي ايه؟ ممكن تعملي ريبورتاج مع سلطان وننشره. تصوري بقى العنوان المثير ده، صحفية في اخبار اليوم تقابل المجرم الخطير الذي عجز البوليس عن الوصول اليه. تعرف انها فكرة مدهشة وصعب. ما هو عشان تكوني صحفية ناجحة لازم تعملي الشيء اللي مفيش صحفية غيرك تقدر تعمله. زي ايه؟ تقابلي سلطان. بنفسي؟ بنفسك. اديني ضابط مباحث اسم السيدة. انا مش ممكن اوافق ابدا على ايامك بمغامرة زي دي. ارجوك تساعدني يا عصام. ارجوكي انت تهتمي بالجهاز اللي بنعمله علشان توضيب البيت. الحاجات دي بابا وماما مهتمين بيها، اديني فرصة اهو اسمي يكبر والناس تعرفني وابقى مشهورة. انا بقالي سنتين بشتغل ما عملتش حاجة لها قيمة. ده طريق خطر جدا، واي غلطة منك مع مجرم زي ده تمنى حياتك. يعني مش عايز تساعدني؟ بكل صراحة لا، انت مستقبلك في البيت مش في البحث عن مجرم. انا صحفية قبل ما اكون ست بيت. وانا خطيبك وليا حقوق عليك. وانا مصممة على مقابلة الراجل ده. وانا غير مسؤول على اللي هيحصل، عن اذنك مع السلامة. عزيزي سلطان، سلطان بي، انا فتاة من اسرة كريمة اتمتع بمسحة من الجمال. جالك جواب من البلد؟ حد في البلد حداك وكان بيقول لك يا سلطان بيه؟ لا، اللي جاب الجواب قال لسلطان بيه. مين اللي جاوب؟ وانا فندي لون. طب افتح. يا بوي دي حلاوتها قطعة قوي. وريني. شوف ايه رعوات. اسمع اسمع، انا فتاة من اسرة كريمة اتمتع بمسحة من الجمال وقد سمعت، مش مهمة دي، ايه رعوات، سمعت بمغامراتك الهائلة فهزت قلبي هزا عنيفا من شدة اعجابي بشخصيتك. افهم معنى الكلام ده عواد. الله اكبر، فاهمه فاهمه. اعجابي شخصيتك وبطولتك العظيمة. اقرا كمان يا عواد. وبطولتك العظيمة. كمان مرة يا عواد. وبطولتك العظيمة. بتضحك ليه؟ بقيت زي بتوع السيبة، بيجيلي جوابات من معجبين. بقيت عامل زي ليلى مراد وانور وجدي. كمل عواد. اهم حاجة منكم الوالد اشتغل انت. هو والله هات بسرعة وتعالى. جناب الامبراطور هيتعطف ويتحرك من مطرحه امتى؟ بتقول ايه دي؟ لو انت هتتدبي الحقن وهتنفع يا خداه ده. ما تتدخليش في شغلي ابدا. ومسافر معايا السويس ولا لا عشان بعت الكاوتش بتاعت ابو المعاط؟ ماليش دخل بحكايه الكاوتش دي، مادام عاوزه تجري في الكاوتش انت حره، اللي يجرالك يجرالك مادام بعيد عني. انت اللي اتفقت مع التجار. طب حاسب حاسب على مهلك، حقك عليا. حقك عليا يا امبراطور الجابه. وليا تعبد الحرش، كل ما تديها فلوس تسعر اكتر. نرجع للجواب، البت دي ما كتبتش على ميعاد؟ كتبت. فين وامتى؟ انت مصدق صحيح انه في واحدة بتحبك؟ الله،
كتير عليا عواد، ما الجرايد نشرت صورتي. فتح عينك يا سلطان، ريحة البوليس فايحة في الجواب. لا يستحيل، دي معجبة. مش يمكن صاحبك عصام هو اللي وزيزها؟ حرص لراحك. حضر الكاميرا واستخبى في حتة تقدر تصور منها اللي هيجي قابلني من غير ما يشوفك. مين هو؟ واحد سوسن هانم. التليفون عايزك. ايوه. الو، دي سوسن هانم. ايوه يا فندم. مين؟ انا مطرف سلطان، اسمعيني ولا ترديش. ايوه. سلطان ما يقدرش يشوفك في الهرم، اذا كنت عايزه تشوفيه بص على باب الجنينه. ايوه، الاوتومبيل الاسود اللي واقف هناك ده، اركبيه وهو يوصلك عند سلطان. اوعي تتكلم كلمه واحده عشان في ناس عندك بيراقبوكي. استاذة سوسن، عايز ايه مني؟ اوعى من سكتي، اما قليل ادب. كل ده ماشي لسه خطوتين، مدي شوية. سلطان بيه؟ الله، مش حضرتك برضو سلطان بيه؟ لا يا ست. امال مين حضرتك؟ انا واحد من رجالته. يا بختك. يا بختي؟ يا بختي ليه يا ست؟ عشان بتشوفه في كل وقت. هو فين؟ عايزه اشوفه. غرضك ايه من مقابلته؟ معجبه بيه لانه بطل، شخصيه خياليه زي شخصيات التاريخ، عنده عظمه وكبرياء كانت تخليه ملك، قائد جيش عظيم، لكن مسكين حظه وحش. ايوه، هو فعلا مسكين حظه وحش طبعا، لانه مش معقول يبقى بطل كده وينفي نفسه في الحته المقبضه دي الا لانه كره الناس واتضايق منهم. والواحد ما بيكرهش الناس الا اذا اذوه وعذبوه. هو كده؟ ايش عرفك؟ هو قال لي، انا سمعت منه الكلام ده قبل كده. ربنا ما خلقش حد من غير قلب، وسلطان ده لازم قلبه كبير. أنا متأكدة إنه راجل طيب، والناس هما اللي دفعوه للإجرام. كلامك تمام يا ست. تعرف إن في ناس مشهورين قوي في الدنيا الناس ظالمينهم وبيقولوا عليهم مجرمين مع إنهم أبطال؟ زي مين؟ زي هتلر، عنتر بن شداد، موسوليني. عارف بتاع المكرونة. وغيره كتير، حافظ نجيب وأدهم الشرقاوي وسلطان. هو فين؟ عايز اشوفه. تصور من اعجابي بيه خلاني ابقى جريئه واجي لحد هنا لوحدي. هو كمان جريء ويعجبك قوي، انا هطمنه من ناحيتك واخليه ينزل يقابلك في وسط البلد في الحته اللي تعجبك. عن اذنك، عايز امشي. لازم اوصلك. متشكره، مع السلامه. شفت منها ايه؟ كل خير. باين يا اخوي، باين. بذمتك يا عواد انا عايش. بسم الله الرحمن الرحيم. امال مين اللي واقف يكلمني دلوقت؟ قصدي نفسي عايش زي مخلوقات الله. لا حول الله. عشت هنا في الجبل ما تفرقش عن عشت الكلاب اللي ملهاش اصحاب، والاسم عندي فلوس وبحارب علشان الفلوس، ومعرض حياتي كل ليله للرصاص. عواد. نعمين. أنا لازم يكون لي بيت، بيت حلم. وتتلم لك فيه على ساكن حلم. من الصبح تدور على بيت يكون قريب من هنا. انعشنا. متضايق من كلامي ليه يا عواد؟ أصله يا بيه اللي جلبت دماغك الكلبة دي في الربع ساعة اللي قعدتها معاك قادرة تحط رجابينا في حبل المشنقة في المقابلة التانية. أنا مش نايم يا عواد، بعت وراها اللي يراقبها. حاول تجيبيني أصلا. اقف عند الأجسخانة دي. تسمح تليفون؟ ايوه اتفضل. شكرا. الو عصام، انا قابلت سلطان. قابلتي فين؟ انت فين دلوقتي؟ بتتكلمي منين؟ ده
جنان اللي انت عملتيه ده. خليكي ماشية بدماغك وهتشوفي اخرتها ايه. انا عندي شك ان حد بيراقبني، اتخلص منه ازاي؟ اسمعي، اطلعي من الاجزخانة حالا وروحي طوالي على لوكاندا كونتيننتال، هتلاقي اوضة محجوزة باسمك، ما تكلميش اي حد لغاية ما اجيلك، فاهمة؟ اديني لوكاندا كونتيننتال. مفتاح الاوضة بتاعتي لو سمحت. انسة سوسن؟ ايوه. حاضر يا فندم. 220. اتفضلي. متشكرة. العفو يا فندم. أظن المدموزيل اللي كانت بتكلمك دلوقتي اسمها فاطمة. لا يا فندم. عمدة ميل ديسيس. لا يا فندم، دي الأنسة سوسن عبد الحميد، طالبة في الجامعة. يا سلام، اخلق من الشبه 40. ما تخافيش زينة. اخفى عليك يا عصام، كنت ولع النور. المفروض اللي بيراقبك هيوصل وراكي هنا حالا، ما دام أنتِ مش في الأوضة يبقى مش لازم يبقى فيه نور. عندك حق. الله، أنا شايف أعصابك باظت من أول مغامرة. اسكت، أنت بتقول فيها؟ فعلاً أنا بفكر أعدل عن الريبورتاج ده، وكفاية اللي شفته النهاردة. بالعكس، أنا في رأيي إنك تستمري. أنتِ مش يهمك إنك تساعدي العدالة؟ طبعاً. تعملي كل اللي هقولك عليه. عايزني أعمل إيه؟ تقعدي في اللوكاندا، لا تروحي الجريدة ولا البيت. تسيبي أوراقك كلها في مكتب اللوكاندا، هعدي أخدها بنفسي وأوصلها لك. هعدي عندكم في البيت وأطمنهم عليكي. وانا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ لحد ما يطمن لك سلطان بعد كذا مقابله ويخرج معاكي. مش عرفك انه هيقابلني تاني؟ لو ما كانش ناوي يقابلك ما كانش يبعت واحد وراك يراقبك، والنوع اللي زي سلطان ما يسلمش دقنه بسهوله لبنت زيك. من فضلك، انا مش بنت، انا استاذه صحفيه كبيره، وقريب هبقى حرم اليوزباشا عصام. وانا اهني شجاعتك لوقوفك في صف العداله. نخلتن على نخلتن طرحهم سوا. خارج؟ زي كده. شلت ايدك نهائي من الشغل خلاص؟ زي كده. وده يرضي مين ده؟ حس يرضيني انا كفايه. طبعا، مادام فيك كروديا اللي بتسافر وتسد وتشتغل بدالك، فانتظر انت على كيفك وقول يا لبسكيت خليلي. ايش عرفك؟ انا بستحضر للشغل. سلامات يا شغل. اياك انت ناسي ان تربيه رصيف والدنيا لفت معايا على كوبري جلاية. بت الجزمه اللي بوستيها فوق انا لسه ما رميتهاش. لا يا شيخ. طب وحياه من شممك الكالونيا على كبر؟ انا شم ريحه ندايه هيحملنا. انا راجل وحر نفسي، اذا ما كانش عاجبك اطلعي الجبل فوق، اشتغلي، اكسبي فلوس. اوى اوى من سكات اوى. الله، هو سلطان بيه مش جاي النهارده كمان ولا ايه؟ جه يا سوسن هانم، انا سلطان بيه. اهلا اهلا، انا قلبي كان حاسس من المره اللي فاتت. اتفضل. مش عارف استعصر لك بايه، قلبي ما كانش مطمن، اصل غدر الناس وحش. عندك حق، إذا كنت متضايق هنا نمشي. أنا محسوبك يا سوسن هانم، حس هنا عاجبك نقعد هنا. متشكرة. كمان دقيقة ونتحرك. الله، ذوقها جميل جدا، إذا كانت لعروستك تبقى مدهشة. دي لحضرتك. متشكرة أوي يا سلطان بي، تعبت نفسك كده ليه؟ ودي تيجي إيه جنب الجوال اللي سمعتها من بقك أول ما اتقابلنا؟ تعرفي ليلتها نمت مستريح. انت فرحتني دلوقتي، بشرتني بنجاح رسالتي. خد اقرا يا سلطان بيه. عافيني يا سوسن هانم، اصل ما اعرفش اقرا غير خط المكنه. مكتوب في ايه؟ بقول ان الانسان بيتولد وكله خير، محدش ابدا بيتولد مجرم، والظروف هي اللي بتدفع بعض الناس للاجرام. يا سلام، كلام زي الشت. قولي كمان. شمالك. اعظم حاجه للواحد ان يلاقي جنبه قلب طيب يشتكيله. سوسن، انت فين؟ غطسانه فين يا سوسن؟ اهلا، ازيك يا عايزه؟ ازيك انت؟ فاسمعي، النهارده مش هسيبك، عواطف هنا ونفسيه تشوفك. استني ما اروح عند العايزه. استني بس، انا جايه. عايزه، انا جايه لك. عايزه. متاسفه، صاحبتي دي لسانها طويل وخايفه تروح تقول لهم في البيت ان انا قاعده معاك هنا. سعيدة، لازم اوصلك. لا مش ممكن، معلش المرة الجاية. لا ممكن ابدا. حصله ما بيت؟ لا، المرة دي نفت، انما المرة الجاية مش هينفت. انا قلتلك ما تتحركيش قبل ما اجيلك، ايه اللي خلاكي تقومي؟
غصب عني، عايزه فاجئني وانا قاعده معاه، وبقيت خايفه تجيب سيرتك قدامه. يا خساره يا خساره. على العموم ما تزعلش، الليله هتتعوض، وهو بيوصلني اتفق معايا هروح الاوبرش. طيب ارجوك تثبتي لغايه ما اصفي حسابي معاه. حاضر يا فندم، بالامر. الحقيقه سلطان عمل حاجه كويسه قوي. ايه هي؟ خلاني اشوفك كل يوم. انتوا تستنوا بره للمراقبه، وانتوا في المدخل اليمين، وانتوا في المدخل الشمال. سلطان بيه، اهلا. اهلا بيك يا سوسن هاني. اتفضل. اما برافو عليك اللي قدرت تيجي. انا مندهش انت ازاي جيت هنا ولخفتش من البوليس. انا مستعد علشان خاطر عيونك اقابلك في المحافظه، فايها مكتب يعجبك؟ ان شاء الله مكتب المحافظ. للدرجه دي؟ واكتر كمان، مادام اطمنتلك. الامان للناس عندنا شيء كتير. تعالى. وي مون بي. عندكوا اكل؟ في فيلاجريه، في انتريكوت، في بولاجريه، اسكالوب. لا لا، انا عاوز وزه. ايوه يا اخي، حضرة الضابط عصام عامل خواجه ومركب ده. كبسه. وات الضابط؟ قومي قومي، شم هوا بره. طيب بعد الاكل. يلا يلا هناكل بره. قومي يا شيخ. ضاع مننا الليله الدكتور واتقفش طنطاوي. مش هسيبه، تني وراه لغايه ما خلص منه القديم والجديد. مين ده اللي انت حائد عليه بالشكل ده؟ واد ظابط اسمه عصام. لكن انت قلبك طيب. ده انا افتح صدري بسكينه وارمي قلبي من فوق الطوابي لو شفق لحظه على الواد الظابط الاجرام ده. رحت في موته عواد. الحقنا عواد. ايوه الحقنا. الحقنة هي، بس انا ما اعرفش اضربها. انا اعرف حقنة ايه دي؟ مورفين. مورفين؟ اضرب الحقنة. مش ممكن. اضرب الحقنة. ما اقدرش. ايه في وشه دلوقتي هينضر، ما تكلمش عليه. ايه ده؟ ما تخافيش، خليكي زي ما انت. ازيك دلوقتي؟ ربنا يسلمك من كل رضي. نجتيني من حاجه كنت فاكر ان ماليش خلاص منها ابدا. لازم تبطله. ايوه لازم، ان شاء الله هبطله. كل ما تحس انك محتاج له صمم انك تستغنى عنه. هو كده برضه، بس انا صحت معايا لسبب تاني. ايه هو؟ ما بقتش عاوز اهرب من العيشه انا العايشه، ما حطش قرفان من نفسي زي الاول. انت نورت البيت يا استي سوسن. الدنيا بتنور بالخير يا سلطان. انوي التوبه واترك الشر، هتلاقي الخير في كل طريق تمشي فيه. انا اقدر على طريق الخير اذا ما كنتش تسحبي ايدك من ايدي وتفضلي معايا هنا على طول. الطلب ده كتير عليا ولا سابق لاوانه؟ ولا انا مش قد القلب والمقام؟ ما تقولش كده يا سلطان، ما تقولش كده يا سلطان. حقنا ايه يا سلطان؟ خد. خلاص يا عواد. ايه ده؟ انا صحيت. سوسن هاني موافقت على الجواز، الفلوس معايا كتير، وبلاد الله واسع، هنعيش في ايها بلد، ناس احرار اشرار. مبروك يا سلطان، مبروك يا ست سوسن. انا مش عارفه ابارك لنفسي ولا ابارك لك. يبارك فيكي وعليكي وحواليكي. انا لازم امشي دلوقتي وهفضل ورا ماما اكلمها لحد ما تبارك لنا من قلبها. ايوه، دعاء الوالدين كنز. وهوضب اموري واجي بعد يومين ثلاثه. يعني بالكتير يوم السبت؟ ايوه يوم السبت. مجرم يقع في غرام صحفيه ويعرض عليها الزواج. اجرى تحقيق تقوم به سوسن عبد الحميد المحرره في اخبار اليوم. برافو يا سوسن، ريبورتاج رائع. برافو يا سوسن، مدهش مدموزيل سوسن. سوسن مالك يا سوسن؟ متضايقة. متضايقة؟ أنا خلطت الخير بالشر ونجحت نجاح مر. مش فاهم قصدك إيه؟ تأنيب الضمير. تأنيب الضمير؟
عشان مجرم يا سوسن؟ عشان واثق فيا وغشيته، منيته بالخير ووجهته له، وكنت اقدر ابعده عن الجريمه والاجرام لو كنت واجهته بشيء من الصراحه. ايوه بس ما كنتش هتنجحي النجاح ده يا سوسن. للسبب ده بقول اني نجحت نجاح مر. سوسن، احب انك تتذكري دايما ان الصحافه مهنه ملهاش قلب. انت تقدري تضاعفي النجاح اللي نجحتيه ده اذا ارشدت البوليس لطريق سلطان. وسر المهنه يا استاذ؟ سر المهنه لازم يستغل لصالح العداله. ايه ده اللي انت عملتيه يا ست سوسن؟ اهلا اهلا عصام بيه. اهلا. عجبك الريبورتاج يا عصام؟ جدا جدا. او الطريق تحت رجليك يبقى مفروش بالرصاص والرشاشات. تاكدي ان سلطان لا يمكن يسيب طاره. انا اديله حق. ايوه بس مرات ضابط البوليس يعني لازم تكون في امان. ادي احنا يا سيدي شايلين طبنجات وبنشتغل دبانات. اتفضلي يا استاذ. مبروك مره ثانيه يا سوسن. مع السلامه يا صندي. الله يسلمك يا فندم. اديك يا ستي نجحتي في الصحافه، لما نشوف هتعملي ايه في صينيه البطاطس. يا نخله في العلالي يا بقى. اهلا وسهلا ومع السلامه. اتفضل يا احسن مشهور. كبدي يا قلبي، ما انا جاي اوضب معاك الشنط. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ على حته نقطه في الجرنان انما تفطس. الست دي حاطين صورتها في الجرنان ليه؟ جرى لها حاجه؟ انت يا بت بت بيتك وتبت زلخت مخك ووسخت عقلك يا لعبه يا شحشاح. معلش مقبول منك، الست جرنانجيه وبتشتغل في الجرنان اللي نشر صورتك يا موكوس، ولعبت بيك الكوره لما شبعت يا مراسله. الجرنان ده قايل عني ايه؟ حدوته. حدوته ست الحسن والجمال، التلميذه اللي هتتجوز الامبراطور سلطان ويلفوا الدنيا في شهر العسل. عارف العروسه تبقى مين يا ننوس عين امك؟ تبقى خطيبه عصام. عصام؟ الظابط؟ عليك نور، سيدك عصام. تبص لفوق ليه وانت لسه الخدمة في دمك؟ الله، عرفت تلعب عليا يا عصام، لكن انا مش هعتاك، لا انت ولا هي. انت بتشتغل معانا يا جدع انت؟ ايوه. من امتى؟ من دلوقتي. عنك عنك انت. وبس النور العمومي اهو. مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. عقبالك. الف مبروك يا عصام. الله يبارك فيك. هتقضي شهر العسل فين بقى؟ في الغالب في اسكندريه. ايوه سوسن هانم. ايوه عصام بيه عايز حضرتك. هو عصام فين؟ هو في الأوضة اللي هناك دي يا فندم. ما تتأخريش يا حبيبتي، أحسن ميعاد الزفة قربت. حاضر يا ماما. تعالى اذنكم، العروسة وحشتني أوي. اتفضل. ولع نور يا عم عبده. كان اللي فشفش دماغك كسر. العمايل لسه جايه، هقتلها واشرب من دمها. وما تطلعش بره ليه؟ لازم تقتلها في بيتي. اذا كان عندك شجاعه اقتلني اقتلني. هقتلك. مالك يا معلم؟ ايدك وقفت ليه؟ هي دي اول مره تقتل فيها؟ قلبك مش بطاقك؟ طبعا انه بتحبها؟ اتكشفت يا معلم. ما تمديش ايدك على ستك. ستي؟ بقى كده؟ واكتر من كده، انا هتجوزها غصب عنك وعنها. من فضلك عايزك توديني لحضرة الضابط صعصام. قوة الخليفة قامت. مع الشكر يا فندم. واحدة ست بره يا فندم عاوزة تقابل ساعات. مش عاوزة اقابل حد. سيد عصام، انا اللي عايزاك يا سيدي. الكياف انت جاية منين؟ من الجبل يا سيدي. المصورة قتل القتلة جاب ست هناك وهيخش عليها الليلة. مش هيقدر الكلب ده. هيقدر قوي يا سيدي، ده انت ما تقدرش توصل له بالقوة. ده فوق الجبل، فوق في العالي ومتحصن تمام. اسمع كلام انا يا سيدي وانت توصل له بكل راحه. قول يا زكيه. انت تروح له بصفه زبون
يسمع عنه ولا شافوش ولا مرة. تاجر كاوتش كان بيشتري مننا كل الكاوتش اللي بنسرقه. اسمه بالمعاطي، راجل بلدي من السويس. انا اللي شفته وانا اللي اتعاملت معاه. انت يا زكية؟ ده اتجوزني بالتهديد يا سيدي. وانت متأكدة ان سلطان عمره ما شافه بالمعاطي؟ ايوه يا سيدي، اصلا بالمعاطي كان بيجي في الوقت اللي فيه سلطان بينهب في الكامبات. وعايزة مكافأتك ايه؟ عمره. متشكر يا زكية. والجيش والبوليس هيقوموا بتنفيذ العملية في وقت واحد، يعني هيكونوا قوة موحدة. ليه يا طلب مستعجل يا فندم؟ ايوه، اطلب الاذن بالسماح اني اسبق القوة. دي مخاطرة ملهاش داعي. تجريدة الليلة هتكون مكونة من 300 عسكري بما فيها مدفعية خفيفة من الجيش. يا فندم انا جاتلي مرشدة دلوقتي وهقدر بواسطتها اوصل المجرم اللي لادي. اطلب بالحاح الموافقة. انا مقدر موقفك يا عصام، لان المسألة حساسة جدا بالنسبة ليك، لكن الهجوم العام افضل. يا فندم انا بترجى يا فندم. وهو كذلك، ربنا معاك. مع شكرا. سالم يا فندم انزل شنبك كويس. حاضر. وما تنساش انه من دلوقتي انا اسمي ابو المعاطي. مفهوم يا فندم. انت مين؟ انا ابو المعاطي بتاع السويس. المعلم عقبال امالتك بيتجوز الليله. الف مبروك الف مبروك. امال مين اللي هيستلم البضاعه؟ المعلم بنفسه. اتفضل. وسع يا جدع، المعلم ابو المعاطي بتاع السويس. وسع يا جدع، المعلم ابو المعاطي بتاع السويس. اهلا اهلا بمعلم ابو المعاطي بتاع السويس. مرحب بالسويس وتحف السويس. عاوزين ندوق تحف السويس. قول له خلاص بس نحيي المعلم ما دام جينا ليله فرح. المعلم فوق، ناخد مزاجنا احنا ونبعت له حالا. بس بسرعه حياتك عشان مستعجلين. كاسنا للمعلم. ايوه. يا معلم يا معلم. ايه في كلمه مهمه قوي يا معلم. هتخلي عندكم زور. سالم ظبط المباحث الشر تحت. عصام عامل نفسه ابو المعاطي بتاع السويس. فاكرنا كروديات. مرحب بالسويس واللي بيجي من السويس. وزين وزين وجدعان زين وجدعان. مرحب بيك. تعال. عدم المؤاخذه، اصل معلم سلطان فوق ما يحبش حد يطلع له بسلاح. تسمح؟ طبعا طبعا، احنا في بيتنا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا 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 وسهلا يا معلم. اهلا اهلا اهلا. انا زعلت قوي يا معلم على زكية، الله يرحمها. ازاي في حياتك؟ الدنيا كلها لو راحت ما تزعلش نفسك عليها. اهلا وسهلا. الله يكرمك الله يحفظك. تعال بقى موريك العروسة دي، بنت اصل وناس. معلش يا معلم مرة تانية. ايه معلش ازاي؟ معلش يا معلم. لا والله لازم تاني يا معلم. لا والله لازم تشوفها. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ما تتكسفيش، ده صاحبي من قديم الازل، ده المعلم الكبير، متربي معايا يوم بيوم، المعلم عصام شكري. خدوه شمموه الهوا. هنعمل ايه فيه؟ هنشممه شويه هوا. تعالي معايا اتفرجي. حرمي نفسي لو رميتوه، ولو عفيت عنه هعيش معاك تحت رجليك. واقفه واقفه انت اهو. انا كده خرب علينا قوي يا معلم. خلينا نشممه الهوا ونخلص. لازم توصلوه تحت للامان. حاضر. واقفه ورا. حاضر. شمموا الهوا. ممكن بقنبلة غاز مثير للدموع. عدد؟ ايوه بدالي. سطور اضع. سلم نفسك يا سلطان.
الغراب، مفيش فايده.